مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجمل القول، وإلى عناوين الملفات التي سنناقشها هذه الليلة. اتفاق كامل لأوبك بلس على خفض الإنتاج في اجتماع غير مسبوق. التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هو أزمة قانونية أم سلاح حزبي؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام. وصف محللون كثر اجتماع أوبك بلس يوم أمس بأنه هذه المرة اجتماع غير مسبوق ومختلف بكل تفاصيله ومتجدد في تعامله مع الظروف المحيطة. فالدول التي لم تلتزم بخفض الانتاج تم إلزامها يوم أمس بالتعويض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأبدت هذه الدول مؤشرات إيجابية باستعدادها لتطبيق ذلك. هذا الاتفاق والتوافق ما كان هو الحال قبل شهرين من الآن، فحرب أسواق النفط كانت قد استعرت بين الدول المنتجة الكبرى، وجميعنا يذكر كيف انتهت وعاد الجميع إلى طاولة الاجتماع لتكتب الفورين بوليسي بعدها إن السعودية هي المنتصر الوحيد في معارك النفط الأخيرة. نناقش قضية أوبك والاجتماع الأخير في هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد وإياكم هذا التقرير. بعد اتفاق تاريخي للدول المنتجة للنفط بالتخفيض القياسي للإنتاج بنحو 10% لدعم انخفاض الطلب العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت أسواق النفط العالمية باستعادة تعافيها، إلا أن دول أوبك بلس بقيادة المملكة في اجتماع افتراضي لها اتفقت على تمديد تخفيض إنتاج النفط البالغ 9,700,000 برميل يوميا لمدة شهر إضافي في محاولة مستمرة لتحقيق التوازن بأسواق النفط العالمية. ذلك يعني خفض 2,000,000 برميل يوميا وسط حالة من الترقب والمتابعة في أجواء تسودها روح التفاؤل مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وعلى النقيض تماما تداعيات سحابة كورونا الحالكة السواد على صناعة النفط والاقتصاد العالمي، وسط تطلعات بتصحيح إخفاقات بعض الدول التي لم تلتزم بحصصها التي تعهدت بخفضها. في المقابل تأكيدات عراقية نيجيرية بتعويض الفارق في الإنتاج خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبل. البيان الختامي للاجتماع الافتراضي دعا المنتجين الرئيسيين كافة للمساهمة في استقرار سوق النفط، وأكد على تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة وأعضائها للمراجعة الدقيقة لأوضاع أسواق النفط والعوامل المؤثرة ومستويات الإنتاج ومستويات الالتزام بالتخفيض بمساعدة من اللجنة الفنية وأمانة أوبك التي من المقرر أن تجتمع شهريا حتى ديسمبر المقبل. على هامش الاجتماع، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن الالتزام بالاتفاق الحالي هو الحل، مشيرا إلى استقرار الأسواق المرتبطة بالمنتجين الحاليين في حال التزامهم بالنسب المتفق عليها. بوادر كبيرة لإنعاش أسواق النفط العالمية بقيادة المملكة وجهود عالمية تبذلها منظمة أوبك بلس لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة وسط ترقبات وآمال منقطعة النظير. لمجمل القول فيصل بن أحمد. حياكم الله مشاهدينا الكرام. لمناقشة هذا الموضوع ينضم معي الأستاذ عبد العزيز المقبل الباحث في الشؤون النفطية، وينضم معي كذلك في هذا الملف الدكتور عبد الله باعشن الخبير في الاستشارات المالية والباحث الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، سنبدأ الحوار لكن بعد أن نذهب وياكم إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الملف الذي نستضيف فيه الأستاذ عبد العزيز المقبل الباحث في الشؤون النفطية، وكذلك أيضا الدكتور عبد الله باعشان الخبير في الاستشارات المالية والباحث الاقتصادي. أبدأ معك أستاذ عبد العزيز، وأود أن أسألك عن ظروف هذا الاجتماع. يعني هذا الاجتماع كان هادئا في مواقفه وقويا بنتائجه، كيف تقرأ ظروف هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ محمد وضيفك الكريم والسيدات والسادة مشاهدين قناة السعودية. الاجتماع بدأ مليئا بالتغيرات. أكبر هذه التغيرات كانت هيكلية أهداف الاجتماع، والتي هدفت منذ وقت باكر منذ الاجتماع السابق إلى تحقيق أهداف معينة ومحددة، وهي مطلوبة من الجميع بلا استثناء. أولها الالتزام، ثانيها المتابعة، وثالثها تحقيق الأهداف بعناية وبفطنة. رأينا القيادة السعودية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان حفظه الله، وتحديد كيف مسار هذه المجموعة التي ظلت في سنوات سابقة تعاني من تحقيق نسب التزام مقنعة للأسواق أو مقنعة حتى للطرفين المنتجين والمستهلكين. ولكن هذه المرة رأينا الأهداف أوضح، والنتائج كانت من وجهة نظر الكثير من المتابعين للصناعة النفطية وأسواق النفط مرضية للغاية. طيب الأستاذ عبد العزيز، يعني هل تعتقد أن هذه الاتفاقية كان قد تم تجربتها باختبارات سابقة، أم أنه تم اختبارها فقط يوم أمس؟ من وجهة نظري ظلت المجموعة تبحث عن مجال لصنع أو تأسيس الأساسيات لإطار العمل منذ فترة، ولكن يوم أمس كان الاختبار الحقيقي للجدية التي وضعتها قيادات المجموعة، وبشكل محدد أكثر قيادة المملكة العربية السعودية النفطية، التي طلبت من الجميع أن يكون متابع ولاعب يلعب بما يطلب منه لتحقيق الهدف المنشود من الجميع. نعم. طيب ما هي الخيارات التي تعتقد أنها طرحت هذه المرة بشكل جدي، طرحت ولم تكن مطروحة في سنوات سابقة؟ طبعا لعلنا ندرك أن هذه المرة الأولى التي يكون فيها الالتزام للدول التي لم تلتزم، هناك ميكانيكية وآلية لتفعيل الالتزام في المستقبل، وهو أمر لم يحدث من قبل في أي من اجتماعات أوبك أو في أي من الاتفاقيات التي ظلت أوبك تضعها منذ 60 عام من إنشاء هذه المنظمة. هذه المرة الوحيدة التي نرى فيها أن في حال عدم الالتزام يتم تعويضه بهذا الشكل. لعلها أيضا المرة الأولى التي نشهد فيها أن المتابعة على مستوى الوزراء تكون بشكل شهري، وتحديد اجتماع شهري لمتابعة الالتزام ومتابعة أداء هذه الاتفاقية. نعم. في حال تغيير المعايير من جهة الإنتاج أو تغيير المعايير بما يتواكب مع الطلب. نعم. أنتقل إلى الآن دكتور عبد الله باعشان الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، وأود أن أبدأ معك دكتور عبد الله بسؤال: لماذا المملكة العربية السعودية تدفع بالاتجاه للالتزام بخفض الإنتاج، رغم أن المملكة العربية السعودية مستفيدة من عدم خفض الإنتاج بإيرادات أكبر، وكما ذكر معالي وزير المالية أن المملكة بحاجة لتحقيق إيرادات لضبط الموازنة وسد العجز؟ مساء الخير أستاذ محمد والأستاذ عبد العزيز والمشاهدين والمشاهدات الكرام. في الواقع لو نظرنا إلى نموذج الأعمال في صناعة النفط وعملية كسلعة تختلف تسعيرها عن أي سلعة أخرى، حيث تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، ليست تكلفة فقط، إنما تأخذ التكلفة والقرار السياسي والعالم بأجمعه لهذه السلعة الاستراتيجية من خلال هذه النظرة المنهجية. والحقيقة تظهر
احترافية المملكة العربية السعودية وتراكم خبراتها، وكما أشرت في المقدمة أنها انتصرت في هذا التوجه. من هذا المنطلق أنا أعتقد أنه المملكة العربية السعودية نظرت إلى عملية النموذج الذي تعمل في صناعة النفط، وعملية كيفية ارتباطها بالأسواق والوصول إلى أهداف استراتيجية تسعى من خلالها عملية التوازن، والذي من الصعب في السلع الاستراتيجية لأنك لا تتحكم في كثير من العوامل، فهناك تكلفة تسمى تكلفة تستطيع السيطرة عليها، وتكلفة لا تستطيع أو عوامل لا تستطيع. دكتور عبد الله، هل تقصد أن المملكة العربية السعودية قدمت الخيارات الاستراتيجية لاستقرار أسواق النفط عالميا على تحقيق الانتصارات المؤقتة التي تضمن مدخولات أكثر للسعودية؟ أعتقد أن المملكة العربية السعودية تخطت عملية التقدمة، وإنما خططت لعملية النظرة الشمولية والنظرة البعيدة لأين تريد من هذه الصناعة أن تبقى المملكة العربية السعودية هي صانع السوق في هذه الصناعة. نعم. وخاصة أن لدى المملكة العربية السعودية كما أشرت خبرات متراكمة، ولديها فريق عمل بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان صاحب الخبرة في هذا المجال، استطاعت بهذه الحنكة وبالنماذج المالية ونماذج التكلفة أن تصل إلى هذه الأهداف بأساليب واضح. علمية ومهنية. واضح. طيب دعني أنتقل الآن للأستاذ عبد العزيز، وأود أن أسألك من حيث انتهى الدكتور عبد الله. يعني القيادة السعودية أصرت على مشاركة الجميع في مثل هذه الاتفاقات، في مثل هذه الاجتماعات، من ناحية منتجين ومن ناحية أيضا مستهلكين. ما الهدف لدى المملكة العربية السعودية من كل هذا؟ طبعا المملكة العربية السعودية هي الدولة الرائدة في هذا المجال في صناعة النفط وفي التعامل مع تقلبات الأسواق، ولذلك هي رأت أن تحقيق الهدف إما يأتي بالتعاون أو بوضع إطار يضمن عمل جاد وعدم دخول تنافسية بينية بين أعضاء هذا الاتفاق، سواء كانوا يعني من داخل منظمة أوبك أو الدول التي تعهدت بالانضمام من خارج دول أوبك. لذلك المملكة كانت حريصة على تضافر الجهود وصنع ما سماه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان الكونسنسس أو التوافق ما بين جميع الأعضاء لتحقيق الهدف، وإلا فإن التنافس فيما بين الدول لن يكون ذو أهداف تحقق نجاعة للصناعة النفطية أو للاقتصاد العالمي بتذبذبات سعرية قد تعصف بأسواق المال والأعمال والنمو الاقتصادي العالمي. لذلك كان أيضا حرص المملكة أن يكون كل طرف مسؤول ويحقق الأهداف التي طلبت منه بدون أن يدخل الأعضاء في التسبب بأن قد لعدم استقراره، أو ربما يقود عدم استقرار أسواق النفط. طيب بحديثك عن حرص المملكة، شاهدنا أيضا قادة العالم في هذا القطاع وأيضا رؤساء الدول يعلقون على هذا الاجتماع. ترامب علق وتكلم قبل بداية الاجتماع، وزير الطاقة الأمريكي تحدث بعد نهاية هذا الاجتماع، وكذلك أيضا من الجانب الروسي، وكذلك يعني عدة مسؤولين صرحوا بالتحديد بمناسبة هذا الاجتماع. برأيك لماذا يحرص المسؤولين بالتعليق على هذا الاجتماع وإبداء مواقفهم، وما الأهمية التي يكسب هذا الاجتماع؟ طبعا هذه السلعة الاستراتيجية تعتبر السلعة الأكثر تداولا في الأسواق. رأينا التقدير والثناء وكلمات الشكر للقيادة النفطية السعودية تأتي من على رأس الهرم في دول العالم مجمعة، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية، من الكرملين، من القيادة الصينية، وهذا إذا يدل على شيء، يدل على أن العمل الجاد الذي تضعه القيادة النفطية في المملكة العربية السعودية هي
عمل ينتظره الاقتصاد العالمي، وليس فقط مجال أو قطاع النفط أو الصناعة النفطية أو أسواق المال والأعمال، بل هي بالنسبة للاقتصاد العالمي سواء كان منتجين أو مستهلكين أساس من أجل بناء اقتصاد متنامي وأيضا يضمن صحية هذا القطاع لأطول فترة ممكنة. نعم، واضح جدا. دكتور عبد الله، يعني هل تعتقد أن هذا القطاع، قطاع الطاقة، يمكن أن يتأثر بما يحدث في أنحاء العالم من الناحية الاقتصادية؟ دعني مثلا أحدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أم أن أسواق الطاقة مستقرة بذاتها؟ شكرا لك عبد العزيز. الحقيقة أنا أعتقد هذا السؤال جوهري، وخاصة أعتقد قد يكون أخذ نصيبه الأكبر في اجتماع الأمس، لأنه لو نظرنا إلى صناعة النفط وما تأثرت فيه سواء من عملية كما تكرمت الحرب التجارية وخاصة بين أكبر اقتصاديين الولايات المتحدة والصين، وكذلك وباء الوباء طبعا الذي عم العالم وعطل الحقيقة الحركة التجارية والصناعية والنقل، فهذه كلها انعكست، جعلت في عالم الاقتصاد ما يسمى بعدم مرونة العرض وعدم مرونة الطلب. وبالتالي وجدنا في يوم من الأيام أصبح هناك معروض لم يجد له مكان ليتم تخزينه، فهوت الأسعار، وبالتالي فالعملية ليست عملية عرض وطلب كما هو طبيعي في أي سلعة أخرى، إنما هناك طاقة معينة سواء بالنسبة للمخزون وكذلك طاقة من الإنتاج تستطيع أن تتحكم فيها، ولكن هذه الطاقتين تحتاج إلى عملية مرونة، وهي مرونة السوق ومرونة الاقتصاد. فعندما تضرر الاقتصاد من الوباء ومن الحروب ومن المنازعات أصبحت مرونته تتحكم فيها السياسة، وعندما تأثر الاقتصاد بمرورة الوباء أصبحت الأسواق لا تعمل. فبالتالي أعتقد أنه هنا استطاعت المملكة العربية السعودية وبقيادة الفريق وبقيادة صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز أن تأخذ هذه النظرة، وبالتالي فهي قامت هنا ما يسمى ببدا حرفية صناعة الأسواق. نعم، قامت بعمل شمولي له نظرة كثيرة الأبعاد للاقتصاد. لكن متى تتوقع أن يتحسن الطلب على المنتجات النفطية؟ يعني لو قارنا بقطاعات أخرى، آيات تقول أن مثلا قطاع الطيران لن يتعافى قبل 2023، يعني سنتين ثلاث سنوات قدام. متى تتوقع أن يتحسن الطلب على البترول؟ أعتقد الآن في الوقت الحاضر ليست هي عملية النظر إلى الطلب. الآن العملية هي كما تكرمت أو أشرت في الحلقة إلى عملية، أول حاجة أن يكون هناك ما يسمى بوين وين كيس أو تقاسم النجاحات لكل المنتجين سواء داخل أوبك أو أوبك بلس أو حتى خارج أوبك الولايات المتحدة، والذي وجدنا لها حضور في هذه الأجهزة. نعم، واضح جدا، يعني في خلال عقود لم يكن لها حضور. نعم، وكان النفط الصخري هو النفط الذي ينظر إليه أو تراهن عليه لأن تكون دولة نفطية. نعم، دعني أنتقل للأستاذ عبد العزيز وأسأله بشكل سريع إن سمحت لي، ما هو مستقبل أسعار النفط؟ وهل سنشاهد مثل ما ذكر الدكتور عبد الله، هل سنشاهد معروض لا يتم تصريفه في مستقبل الأيام؟ طبعا التعامل التدريجي من خلال قرار أمس باجتماع شهري للمنتجين على مستوى الوزراء وليس فقط على مستوى اللجنة الفنية سيضمن متابعة لصيقة ومتابعة لكيف هي نسب الطلب والتعامل معه بما تقتضيه الحاجة، وهو ما يضمن استقرار سعري، بل وحتى هو مرجح أيضا لبعض الارتفاعات السعرية نظير هذا التقارب في التوازن. يجب علينا أيضا أن ندرك أن تخمة المخزونات التجارية في الأسواق تلقي بظلالها على المعادلة، ولذلك فإن تغيير هذه التخمة أو تخفيضها بشكل كبير وهو ما تهدف إليه أيضا هذه الاتفاقية سيخدم
التحركات السعرية وأسواق النفط، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الجزء الآخر من سؤالك أستاذ محمد، بكيف هو الطلب ومتى سيتحسن، لعلنا نراقب المشهد بشكل أكثر خلال الأسابيع القادمة. الاقتصادات وفتح الاقتصادات ستكون هي القائد الأكبر لتحريك هذه التحركات السعرية وتحريك وتيرة النمو في الطلب والعودة إلى وتيرة النمو صحي أكثر. عفوا، المملكة العربية السعودية تسابق الزمن من أجل تنويع مصادر النفط، أو عفوا تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ونحن نشاهد خفض الإنتاج بهذه الاتفاقية يستمر حتى أبريل 22، يعني قدامنا سنتين من خفض الإنتاج. برأيك هل تستطيع المملكة العربية السعودية القفز فوق هذه العقبة وتنويع مصادر الدخل وعدم تضرر الاقتصاد السعودي من انخفاض النفط؟ نقطتين أود أن أوضحها أستاذ محمد. النقطة الأولى أن تنويع مصادر الدخل لن يكون بشكل يخرج المملكة من المعادلة النفطية، بل ستكون المملكة حاضرة في هذا المشهد بشكل كبير. النقطة الثانية، عندما ننظر إلى المشهد النفطي العالمي، فإن الريادة هي للمملكة العربية السعودية، لن تتخلى المملكة العربية السعودية عن هذه الريادة، بل وستتواصل في الأيام القادمة مزيدا من التقدم العملي في الصناعة النفطية وتأمين الطاقة للعالم بشكل أفضل. نعم. أيضا لو عدنا إلى دراسات خلال الأسبوعين الماضية، الدراسة الشهيرة التي تمت عن طريق وكالة الطاقة الدولية أو أحد الدور الاستشارية، نبهت إلى أن هناك انخفاض شديد في الاستثمار في قطاع المنبع، وهو يشكل خطر للمستقبل النفطي، إلا أن المملكة كانت قد تداركت هذا المشهد منذ وقت مبكر، ولذلك هي ستظل في المشهد بإذن الله. بإذن الله. الأستاذ عبد العزيز المقبل، الباحث في الشؤون النفطية، ودكتور عبد الله بعشن، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الملف الذي نناقش فيه التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية، ما إن كان أزمة قانونية أم سلاحا حزبيا. الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أياما لا مثيل لها منذ عقود، لكن إن أردت اختصار المشهد فهو مشهد الانقسام. انقسام داخل المؤسسات، وانقسام في الشارع، وانقسام بين السلطات، وانقسام بين المحتجين كذلك. أزمة كبرى تصطدم في أزمة أخرى لتموج كلها في عام انتخابي يجعل توقع المستقبل الأمريكي غير متوقع. لكن حتى وإن كانت الأمور ضبابية، أليس من الواضح أن كل طرف يسعى للمزايدة على قضية ما فتئت تتكرر منذ عقود دون اقتلاع جذري لها؟ مثلاً يعتبر الديمقراطيين، أو يعبر هؤلاء الديمقراطيين عن غضبهم من مقتل رجل أسود دون أن نرى إدانة مماثلة لمقتل شرطي على يد المحتجين. فهل هذا الموقف يعتبر، أو هل نعتبر هذا الموقف مبدأ ديمقراطيا أم استغلالا سياسيا للأزمة؟ نشاهد مشاهدين الكرام هذا التقرير ثم نعود لنكمل الحوار في هذا الملف. أحزاب جماهيرية ومجالس شعبية هي أساس السلطة الأمريكية. مجلسي الشيوخ والنواب وحكام الولايات، يليهما رئيس البلاد بسلطته الفيدرالية. هكذا هو مجرى السياسة الأمريكية.
حزبان متنافسان منذ تأسيسهما قبل عشرات السنين، الحزب الجمهوري المحافظ الذي تأسس عام 1854 على يد معارضي قانون كنساس نبراسكا الذي سمح بانتشار العبودية في البلاد آنذاك، حيث حظرت العبودية عام 1865 حينها برئاسة الرئيس إبراهام لينكولن وبقيادة الحزب الجمهوري للكونغرس. أما الحزب الديمقراطي فقد تأسس عام 1792 بقيادة أندرو جاكسون الذي عرف قديما بحمايته لمفهوم العبودية قبيل الحرب الأهلية الأمريكية، لكنه تحول جذريا تحت قيادة الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1923 فأصبح مناصرا للتيارات الليبرالية وللنقابات العمالية. التباين السياسي في أهداف الأحزاب ورسائلها المختلفة عمق منظور القرار السياسي الأمريكي، حيث عرفت السياسة منذ الأزل بتوظيف الأزمات لتحقيق المصالح الحزبية المختلفة منذ سنين خلت. تعد الأزمات السياسية بمختلف أنواعها أزمات خطرة على المرحلة والتكوين السياسي للبلاد، إلا أنها لم تزل كبوة الجواد التي تكتب نهاية كل مرحلة. الديمقراطية بمفهومها الحديث التي يذهب إلى ضمان الحقوق البشرية بكافة أشكالها ولكل كافة مكتسبيها من مواطني أنظمتها، وهو ما يعدو الحقيقة إلى أبعد من ذلك قليلا. شهدت الولايات المتحدة عدة أزمات أكانت سياسية أم اجتماعية ذات غلاف عنصري وعرقي بدأت عام 1965 ميلاديا خلال توقيف شاب أسود مرتبطة بحركة السير، وأخرى بعدها بأعوام خمسة نتج عنها اغتيال مارتن لوثر كينغ الذي تسبب في احتجاجات عنيفة شملت 125 مدينة أمريكية نتج عنها 46 قتيلا وأكثر من 20,000 جريح. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم شهدت أمريكا احتجاجات غاضبة واغتيالات وتوقيفات قانونية عنصرية أو عرقية، حتى توقفت القائمة عند جورج فويلد في عام 2020 عندما قتل تحت أقدام شرطة مدينة مينابوليس، مما أثمر عن احتجاجات ضخمة نتج عنها قتل وسرقة وعنف شملت حتى أفراد الشرطة والمدنيين. السؤال هنا، هل التمييز العنصري أصل الأزمة أم هي أزمة سياسية ذات مصالح حزبية؟ هل للانتخابات الأمريكية علاقة بالأحداث أم هي تحصيل لتراكمات الأحداث التاريخية؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام. لمناقشة هذا الملف ينضم معي الدكتور فهد الخريجي أستاذ الإعلام السياسي، وينضم معي كذلك من واشنطن الباحثة السياسية الدكتورة هبة القدسي. وأود أن أبدأ معك دكتورة، من حيث انتهى التقرير، هل التمييز العنصري هو أصل الأزمة أم أنه تم استغلاله من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ هو بالفعل العنصرين معا. أولا يعني كما قال التقرير، في أعقاب مقتل مارتن لوثر كينج كان هناك أحداث شغب تشابه إلى حد كبير مقتل أو الاحتجاجات بعد مقتل جورج فلويد ومواجهة الشرطة العنيفة. لدينا كان البعض يعتقد أنه بوصول الرئيس باراك أوباما وبتقلد بعض الشخصيات من الأمريكيين السود مثل سوزن رايس لمناصب سوزن رايس ومن قبلها كونداليزا رايس لمناصب رفيعة في المجتمع في الإدارات الأمريكية، هذا معناه التقلص أو انحصار أو يعني انتهاء العنصرية داخل الولايات المتحدة. لكن ما أسفرت عنه هذه الاحتجاجات تشير أن ما زال هناك عنصرية داخل المجتمع الأمريكي، فهذا أمر كشف عنه هذه الاحتجاجات، وأن وصول الرئيس أوباما أو بعض الشخصيات الأخرى هي مجرد استثناء عن قاعدة استمرار هذا الشعور بالعنصرية وسيادة يعني ما زالت متجذرة في المجتمع الأمريكي. هناك نعم أيضا عفوا، لكن دكتورة هبة يعني الشرطة. إن سمحت لي، كيف يمكن اعتبار انتخاب رئيس للولايات المتحدة الأمريكية حدثا استثنائيا، أما الاحتجاجات اليوم فهي أصل العنصرية لدى الأمريكيين؟ يعني أي الصورتين أقرب لحقيقة المجتمع الأمريكي، انتخاب رئيس أسود أم اضطهاد وتمييز السود؟
الأقرب هي وجود حالات عنف من الشرطة تجاه المشتبه بهم، وبصفة خاصة تجاه المشتبه بهم من الأمريكيين السود. كان هناك احتفاء كبير، واعتقد الكثير من المحللين أن بوصول باراك أوباما إلى سدة الحكم في البيت الأبيض هو إنهاء لهذه العنصرية. لكن ما ثبت حتى اليوم من حالات، من تصاعد لحالات ضد مشتبه بهم غير مسلحين من الأمريكيين السود، هو استمرار حالات التفرقة العنصرية، استمرار معاناة الأمريكيين السود من تدني مستويات المعيشة، تدني مستويات التعليم والرعاية الصحية. لكن يعني حالة جورج فلويد لم تكن هي الأولى من نوعها، على الأقل في السنوات الأخيرة، لمقتل رجل أسود على يد الشرطة. لماذا حادثة جورج فلويد أخذت كل هذا الزخم؟ هل تم استغلالها سياسيا، دعنا نقول من جانب الديمقراطيين، في عام الانتخابات؟ هناك عدة عناصر ساهمت في استمرار اشتعال المظاهرات واستمرارها حتى الآن، وربما خلال الأيام والأسابيع المقبلة أيضا. العامل السياسي واستغلال السياسي لهذه المظاهرات عامل مهم جدا، لأن بالفعل هناك محاولة استقطاب من الجانب الديمقراطيين لأصوات الناخبين من الأمريكيين السود، وأيضا أصوات الناخبين البيض الذين يعني يدافعون عن حقوق المساواة وعن محاسبة العنف المفرط من جانب الشرطة ضد، نعم، يعني الاستخدام المفرط للقوة. نعم، واضح جدا دكتورة هبة. إن سمحت لي أن أنتقل للضيف الآخر. نعم، إن سمحت لي أن أنتقل للضيف الآخر. انضموا معي الآن الدكتور فهد الخريجي، أستاذ الإعلام السياسي. وأود أن أسألك دكتور، هل يمكن تبرير ما يحدث في أمريكا الآن على المبادئ الديمقراطية، أم أن الأمور خرجت عن سياقها هناك؟ أولا السلام عليكم وعلى المشاهدين جميعا. الحقيقة أن ما يحدث في أمريكا هو للأسف رسالة بفشل الديمقراطية في تعزيز ثقافة رفض العنصرية، وللأسف أنه يعني الديمقراطيات بشكل عام لم تتمكن من يعني كحضارات من أن تنقل أن هذا الإنسان هو إنسان واحد. وللأسف كذلك أن الأمريكيين أن العنصرية الموجودة في الولايات المتحدة هي جزء من أثر الحقبة الاستعمارية. السود لم يأتوا بطوعهم ورضاهم وتقدموا بطلب لجوء لأمريكا، وإنما تم صيدهم في الغابات الأفريقية، وتم استعبادهم لحقبة طويلة تجاوزت 100 عام. وعندما تحرروا، تحرروا بدون حقوق للأسف. يعني هذه قضية تعاني منها دولة، يعني احنا لا نتمنى للولايات المتحدة الأمريكية ولا دولة في العالم إلا السلام والاستقرار، لكن هذا العنصر للأسف هو عنصر يعني مؤثر، وعنصر قد يؤثر على هذه الحضارة التي ادعت يوما أنها تعطي مساواة وحقوق للإنسان. حقوق الإنسان فقدت هنا، لندن تصرخ مع أمريكا، برلين، دول العالم كلهم يتحدثون عن لويدز. هذه القضية لم تعد قضية أمريكية. وللأسف أنه هناك قضية أخرى، أن هذه الثقافة استمرت منذ تلك الحقبة وبقيت. يعني كان هناك طبعا نوع من التخصيص للرجل الأبيض في مجال الحقوق المالية والحقوق القانونية وكثير من الامتيازات، ما زال يحافظ عليها ولكن بطريقة غير مباشرة ومن خلال ما يسمى زراعة الكراهية. يعني دكتور إن سمحت لي، أنت تقصد أن ما يحدث الآن هو صورة النظام بشكله الطبيعي الواقع، ما يحصل الآن، وليس حدثا أو طفرة مجتمعية تحدث في المجتمع الأمريكي، صحيح ذلك؟ بالتأكيد. نعم. طيب إن سمحت لي أن أذهب إلى فاصل قصير ثم نكمل بعده الحوار. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نستكمل الحوار في هذا الملف.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الملف الذي نناقش فيه الاحتجاجات الأمريكية والتمييز العنصري الذي ينضح من هذه الاحتجاجات، وما إن كانت هذه أزمة قانونية أم سلاحا حزبيا بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية. معي في هذا الملف الدكتور فهد الخريجي أستاذ الإعلام السياسي، ومعي أيضا من واشنطن الدكتورة هبة القدسي الباحثة السياسية. دكتورة هبة، يعني لم نرى الديمقراطيين أو لم نرى لهم ردود أفعال صلبة أمام قتل الشرطة من قبل المحتجين كما رأيناها عند مقتل فلويد. ما الذي يريد أن يصل إليه الديمقراطيين في مثل هذه الأزمة؟ الديمقراطيين بالفعل هناك مشروعات لقوانين تريد تقييد عنف الشرطة تجاه المتظاهرين، هناك عدة مشاريع تتعلق بتقييد سلطة الرئيس الأمريكي في استخدام الجيش تجاه المدنيين الأمريكيين، هناك مشروعات قوانين يتقدم بها الديمقراطيين أيضا حول إعادة هيكلة الشرطة الأمريكية وتقييد استخدامها للعنف المفرط. في الجانب السياسي هناك استخدام لهذا الحادث في دعم المرشح الديمقراطي جو بايدن، وأيضا دعم المرشحين على المستويات المحلية في كل الولايات الأمريكية. سيتم الدفع بمشروعات أو طلب مطالب للمحتجين في هذه الولايات التي وصلت حتى إلى تكساس، معقل يعني الحركات المتشددة ضد السود. في النهاية سيتم الدفع بهذه المطالب من إعادة هيكلة، من هياكل تنظيمية للشرطة، من تقييد استخدام للعنف المفرط، من إعادة، على سبيل المثال هناك مشروع قانون يطالب باستقطاع جزء من 80 مليار دولار يتم توفيرها للسجون لتجديد الحراسة. نعم. بحيث يتم توفيرها لإعادة هيكلة أجهزة الشرطة. فهناك الدفع بهذه المطالب وسيتم استغلالها في الانتخابات. طيب الدكتورة هبة، يعني نعرف أن مينيسوتا الولاية التي حصلت فيها هذه الحادثة هي ولاية زرقاء، هي ولاية بالعادة موالية للديمقراطيين. إذا كانت الولاية ديمقراطية وحاكم الولاية ديمقراطي، كذلك مدير الشرطة وقائد الشرطة الديمقراطي، لماذا توجه سهام النقد للرئيس الجمهوري دونالد ترامب؟ لأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يقم بما قام به ليندن جونسون في أعقاب الاحتجاجات لمقتل مارتن لوثر كينج. كان بإمكان الرئيس ترامب أن يستغل الحادث لتدعيم قوته وسلطته في دعوة بعض قادة المجتمع الأمريكي الأسود في التعاطف وإصدار بيانات تعاطف مع هذه الحادث، لكن ما قام به الرئيس ترامب من تغريدات واستعلاء وتهديد باستخدام القوة واستدعاء للجيش كلها صبت الزيت على النار في هذه المظاهرات، واستغلها الديمقراطيين بشكل آخر. نعم. أيضا اتهامه للقادة الديمقراطيين في ولاية مينيسوتا وفي يعني حكام الولاية بأنهم ضعفاء أمام هذه الاحتجاجات، ففي النهاية كانت الانتقادات للرئيس ترامب. طيب أنتقل للدكتور فهد، يعني بداية هذا العام لم يستطع الديمقراطيون عزل الرئيس الأمريكي حين بدأت إجراءات المحاكمة، هل تعتقد أنهم يستطيعون فعل شيء الآن في هذه الأزمة؟ ما حدث في أمريكا من أنه تعريض الرئيس إلى المحاسبة، هذا في إطار النظام الديمقراطي، و يعني فشلوا أو نجحوا لكن يبقى في سلسلة المنظومة الديمقراطية. لن ينجحوا في المرة القادمة لأن التركيبة السياسية ما زالت قائمة، لكن الأهم من ذلك بغض النظر عن الديمقراطيين أو عن الجمهوريين، نعم، وبقراءة التاريخ، تاريخ العنصرية في أمريكا، أربعة جنود بيض اعتدوا على فلويد وقتلوه أمام الناس، أمام العالم مباشرة. هذا الموقف الحقيقة ما الذي ترتب عليه؟
لو ننظر إلى 4 أشخاص فقط، هم يعني ذا 4 وليس الشعب الأمريكي الذي ترتب عليه قتل 40 مواطن في احتجاجات ومظاهرات، احتجاز عشرات الآلاف من الناس في السجون. الأمر الآخر خسارة مليارات الدولارات، النهب والسلب وفقدان الأمن. 4 أشخاص تمكنوا. المشكلة هنا، هنا المشكلة عنصرية شخص واحد قد تقوم بهذا. لأجل هذا أقول الحمد لله أنني مسلم، الحمد لله أني سعودي، لأنني أملك هذه القيم التي تمنعني من أن أكون عنصريا. لأجل هذا يجب علينا أن نكون حازمين وأن نكون صادقين مع أنفسنا كبشر، وليس يعني المنظومة الإنسانية هي منظومة واحدة. نعم، لكن دكتور فهد، يعني المشهد معقد أكثر مما نتوقع. يعني أنت تحدثت أنه 4 قادوا المجتمع الأمريكي كله إلى مثل هذه الاحتجاجات. أيضا هناك لقطة أخرى إن سمحت لي، نرى تعاطف رجال الشرطة مع المتظاهرين بالركوع على ركبهم كتظاهر بالتعاطف مع المتظاهرين. إذن أين يتمركز؟ أنا أتفق معك، أتفق معك، أنا لا أختلف على هذا، وإنما قلت 4 ولم أقل للجميع. يعني هناك من رجال الشرطة الأوفياء والحريصين على منظومتهم الأمنية والأخلاقية، لكن أمثال هؤلاء يعني يجب أن يكون هناك، كما ذكرت السيدة سابقا، يجب أن يكون هناك نظام جديد يعيد المعادلة، بحيث أنه النظام الأخلاقي لدي في أمريكا يحرم تماما العنصرية، وأن يترتب على ذلك عقوبات شديدة، لأن البيض الذين اعتدوا على السود وقتلوهم يمكن 400 حالة قتل تمت خلال الفترة الماضية، السنوات الماضية، لم يعاقب أحد منهم بالدخول إلى السجن من هؤلاء الضباط والجنود. فيجب أن يكون هناك نظام محاسب. لأجل هذا أقول أنه يجب نحن كنحن الحقيقة الجاليات المسلمة هناك والجاليات العربية أن ننخرط في زراعة القيم الإنسانية التي حتى عليها ديننا، التسامح، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. نعم. قيم المحبة الأمر المهم. نحن ونحن كمسلمين يا أستاذ العزيز، نعم، هناك قيمة عظيمة. المسلم في الصين هو مسلم مواطن صالح للصين، لأن الإسلام يربي أن يكون مواطنا صالحا صينيا. واضح جدا دكتور. وعندما يكون أمريكيا فهو يجب أن يكون مواطنا صالحا أمريكيا. لأجل هذا يجب أن نزرع هذه القيم في هذه لدى هذه الأمة، لأنه لا نريد أن نخسر أي حضارة أو ثقافة في هذا الوقت. واضح كل جدا. الحضارات يجب أن تتعايش، كل الحضارات يجب أن تقدم ما يعزز القيم الأخلاقية. واضح جدا. اسمح لي أنتقل إلى الدكتورة هبة القدسي وأسألها عن القرار الذي اتخذه ترامب قبل ساعات بسحب الحرس الوطني من واشنطن، وأنت الآن في واشنطن، كيف ترين الأوضاع؟ وهل تعتقدين أن الأمور تتجه للتهدئة وأن الاحتجاجات تجاوزت ذروتها؟ هذا القرار بسحب قوات الحرس الوطني هو قرار أيضا صدر عن عمدة واشنطن، وهو بالتأكيد يهدئ إلى حد كبير من الغضب العارم وفي محاولة لاحتواء الموقف. ما زالت الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة لكنها سلمية، وسيحاول الحزب الديمقراطي وستحاول حركات الحريات المدنية وقادة مجتمع السود الاستمرار في التظاهرات السلمية المنظمة، رغبة في إبقاء الضغط على حكام الولايات وعلى النظام الفيدرالي في تحقيق المطالب التي يطالبون بها من إعادة هيكلة الشرطة، تقييد العنف، استخدام العنف المفرط، تحقيق العدالة القضائية. نعم. في قضايا تتعلق. نعم. بالقبض على أمريكان سود، وبالتالي هناك محاولة للتهدئة من الطرفين. بالضبط بالضبط. شكرا جزيلا لك الدكتورة هبة القدسي من واشنطن الباحثة. أشكرا. السياسية. وكذلك الشكر موصول للدكتور فهد الخريجي أستاذ الإعلام السياسي على إثرائكم لهذا الملف وهذا الحوار. أما أنتم مشاهدين الكرام، الشكر موصول لكم دائما وأبدا على حسن المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة الغد. في أمان الله.